احنا هنعمل ايه؟ هنعمل النهاردة رموش الست ونستخدم الخليط دوت اللي هو الفواكه الجافة. هنستعمل هنا الزبدة، نجيب الزبدة نحطها هنا، ومع الزبدة هنخلط السكر، نحطهم مع بعض، معهم شوية فانيليا صغيرين، وبعدين نضيف بقية المكونات. نخلط دول هنا لغاية لما كلها تتداخل، بضيف عليها البيض وهستعمل سيمولينا. والفكرة فيها ان انا بستعمل نفس الحاجات اللي احنا قلنا عليها. انا بجيب التمر وبقطعه حتت صغيرة، بجيب القراصية بنقعها، وهي ديت اللي هستعملها، بستعملها كحشو يعني، بجيبها واقطعها بعد ما بنقعها. بجيب المشمش نفس الشيء بقطعه، وده هستعمله حشو للخليط اللي احنا بنعمله هنا هوت، اللي هو بجيب البيض لكم على المكونات اللي هي ديت بتكون رموش الست. يعني احنا سألنا على رموش الست، سألنا الاول على اصابع الست، عملناها لكم وريناها لكم عقل على اساس انها قالت عايزة حاجة سهلة، فما فيش اصغر من كده نقدر نعملها لها. وبعدين بالنسبة للقطايف، تاني يوم رمضان لو رحت على الفي او دي او على شيف اسامة وشفت تاني حلقة في ايام رمضان، هتلاقي القطايف خطوة خطوة معمولة بطرق مبتكرة ومختلفة. بحط دقيق سيمولينا، بحط شوية هنا من البيكنج باودر، واخر حاجة بضيفها الدقيق. بخلط العجينة ديت، دي عجينة اللي هي بعمل منها رموش الست كنوع من انواع البسكوت، واستعمل القراصية والخشاف او فاكهة الخشاف من الخليط نفسه. نعجنهم هنا، نزود السرعة شوية، نسيب ديت تتداخل مع بعضها لغاية لما تبقى عجينة. بتبقى ده الفكرة بتاعتها، عجينة سهلة جدا زي الكحك زي البسكوت زي الغريبة. وبعملها على فكرة يعني، هي اصلا الشكل بتاعها بيبقى هو ده الشكل المعتاد، لكن انا عايز اعملها اكبر شوية لاني محتاج ان انا احشيها، فبعملها اكبر شوية وبعمل لها فتحة هنا، ممكن احط فيها قطعة من التمر واقفل عليها واشكلها بنفس الفكرة. يبقى دوت الشكل بتاع الرموش او اللي هشكلها الرموش. بداية بعملها وحط فيها قطعة من المشمش، نقفلها بالطريقة دي، بكورها بنفس دي، تبقى عاملة زي فكرة، تبقى فكرة بيضاوي شوية. بنجيب ديت نعملها ندورها، وبعد ما بدورها بضغط عليها، بضغط بايدي، فبيكون كف ايدي كده هوت يا دوبك بعملها كده، وافتح لها حتة واروح حاطلها من حتة صغيرة من القراصية احطها جوه. فديت بتكون الفكرة بتاعتها، بس اتأكد انها مقفولة كده. العجينة خلصت ووريناكم ازاي بتتعمل. وبعدين نحط ديت هنا هوت اللي هي الرموش بالطريقة دي. وعلشان تبقى رموش محتاج ان انا اجيب لها شوكة واعملها بالطريقة دي. يبقى دي بنجيبها من الناحية دي ومن الناحية دي، بضغط عليها من ناحيتين، ودي بتبقى بيسموها رموش الست. في بيقول عليها عيون، فقلنا مش عايزين نزعلهم، يبقى ممكن في الحالة ديت نجيب لوز نحطه جواها لو حابين، او بنحط بندق. وبجيب حليب، شوية حليب مع بيض، وبندهنها قبل ما ادخلها الفرن. ودي بتعمل لها قطر شربات زي الشربات اللي بنستعمله للقطايف وللكنافة. ولما بدخلها الفرن بتطلع وهي لسه سخنة، عندي شوية هنا هوت معمولين، بطلعهم وممكن في الحالة ديت بحطهم هنا وازين بيهم. يعني انا ما بحطش الفاكهة، الفاكهة بتبقى حشو بس، لكن الفاكهة اللي فوق ديت بتبقى للتزيين عشان اعرف هي جواها ايه. فبحط قطعة من المشمش او القراصية او التمر، وبعدين بنحط هنا شوية من القطر. يبقى القطر بيتحط اخر حاجة بعد ما بعمل الرموش ديت، حطها كده وسيبها تتشرب. ونجيب الطبق اللي نقدم فيه، ممكن نعمل طبق هنا صغير، دول اصلا مسئولين. ونبتدي نحط شوية من الرموش اللي هي بتكون برضو نوع من انواع البسكوت. ممكن تعملوها دلوقتي، ممكن تبقى تعملوها بعدين ان شاء الله لحلويات اللي هي تبقى للعيد بإذن الله كنوع من أنواع البسكوت، أو تستفادوا بوجود الخشاف وبوجود المكسرات واليميش اللي موجود دلوقتي. حط شوية من هنا، وناخد شوية تانيين من الرموش اللي معمولة بالفاكهة الجافة، قراصية وتمر وشوية مشمش. ده الأفكار اللي هي بنقول بنحاول نستخدم إيه اللي موجود عندنا في رمضان
ونستعمله.